دي الجزئية اللي ركز عليها في البداية أستاذ عماد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحداث محمد محمود وسقوط قتلى أمام وزارة الداخلية، شفتها إزاي؟ احيانا زي يعني كنت قريت النهارده حاجه ظريفه، انه الكتب المهمه لما بتقراها وانت صغير بتبقى محتاج تقراها كويس تاني لما بتكبر ويبقى عندك شويه خبره ونضج. الفترات التاريخيه نفس الوضع، احيانا لما بتبقى موجود فيها ما بتشوفش الصوره على بعضها. انا كان رايي وما زلت ان ثوره يناير ثوره عظيمه جدا، قام بيها غالبيه الشعب ضد عايزين يعملوا دوله حديثه ومتقدمه وحريه. هذه الثوره العظيمه اللي الناس قامت بيها باقتناع دمرها الاخوان المسلمين نتيجه منطق التكويش يعني الاستئثار اللي هم كانوا يظنوا ان هم يعملوا. في الفتره من اول تنحي حسني مبارك لحد الانتخابات، ربما الاخوان تركوا بطريقه بلعبه ذكيه جدا كانوا بيعملوها، عملوها مع الجماعات الاسلاميه، تركوا الجماعات الاسلاميه تحارب نظام حسني مبارك 8 سنين وهم قاعدين بيلعبوا بهدوء. نفس الامر تكرر في الفتره دي، القوى الشبابية الصغيرة أو بعض المضحوك عليهم أو بعض القوى الثورية اشتبكت مع القوات المسلحة ومع الشرطة في الشوارع، والإخوان كانوا بيستعدوا في الانتخابات ويخبطوا الناس كلها في مع بعضها. هذا المنطق استمر وتم يعني، وهم يبدو في النهاية أن هم أبرياء، والنتيجة بتاعت ده أن هو شفنا الصدمات الكثيرة جدا اللي هي عملت مشاكل كثيرة لاحقة فيما بعد، وعملوها بمنطق وبذكاء للاسف الشديد انطلع على معظم القوى السياسيه. وبالتالي لما تيجي تقرا الاحداث دلوقتي تعرف لماذا تم ان الطعنه الكبرى لثوره يناير جاءت من جماعه الاخوان وليس من اي طبعا ناس كثيره لعبت ضدها، لكن الجماعه التي يعني ركبت على الثوره زي ما بيقولوا، نعم يعني سرقت الثوره، سرقت يعني شاركت في البدايه بتلكؤ ثم حاولت ان تركب الثوره، وساعدها طبعا خلو الساحه السياسيه. القصه الجزء اللي هنا اللي هي فكره ان انت السوشيال ميديا، انا اظن احد المحاور الرئيسيه النهارده في ده اللي هي دور السوشيال ميديا، وهذا موضوع انا اظن سيكون مصاحبا لنا في مصر لفترات طويله جدا. كيف يمكن التعامل مع السوشيال ميديا؟ تنظيم زي جماعه الاخوان تعرض لضربه شديده جدا تنظيميه، تشرد في اكثر من مكان، لكن رغم ذلك السوشيال ميديا بتاعته بيشتغل للامانه بطريقه ذكيه جدا، قادره تعوض الغياب يعني التواجد الاعلامي المدعوم طبعا من الخارج بقوه، قادر يعوض الضربات التنظيميه والغياب الحقيقي على الارض. يعني مجموعه يكفي ان يبقى عندك مجموعه دلوقتي مدربه على الحروب الديانة الإلكترونية تستطيع أن تؤثر بجزء تنظيمي كبير جدا. إزاي تقدر تعالج ده؟ أنا أظن أن ده دون أن يعني تفتأت أو تقلل من دور السوشيال ميديا الإيجابي محتاج تتشاف بصورة صحيحة.